السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني متابعي قناة كلمتك، في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوف واحد المشكل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في هذا الهاتف هذا صيفطهم لك عصام مثلا، في هذه الحالة اللي قدامها الهاتف كي يشعل بوحده بعد ان شخصنا العطل. الهاتف يسحب 0.48 على الامبير. إذا لاحظتم كاين سخونة مفرطة هنا على مستوى هذا الاي سي. الهاتف يشتغل لوحده، المشكل ليس في زر التشغيل للإشارة. سنعمل على إزالته. سنقوم بتغييره إن شاء الله. أولا الإزالة حتى نتمكن من معرفة تشخيصنا إذا كان صحيحا أم لا. الآن أصبح الهاتف لا يسحب ولا يشتغل، إذا سنقوم بمعالجة مكان هذا الآي سي ونقوم بتغييره بآخر صالح لنجرب بعد ذلك. عليكم السلام ورحمة الله، بخير. اللهم آمين. بعد أن نظفت مكان الآي سي عمل على تنظيفه بشكل جيد حتى لا تصادفنا مشاكل أثناء التغيير. نفس الطريقة غادي نرفع بها الآي سي الآخر الذي سوف نقوم باستبداله. نحرص على أن لا نحرك حتى تبقى الأرجل جيدة ولا نحتاج إلى إعادة شبلنتها من جديد. واعر عندي العربية، كنقهركم بدل ليس جيد. سنعمل عليه
سوف نقوم بتنظيفه وتركيبه إن شاء الله. بعد أن نظفناه ننتظر إلى أن يبرد. الآن سوف نقوم بتجريب لنرى هل تمت العملية هنا أم لا. إذا لم يشتغل الهاتف إلا عند الضغط على زر التشغيل، هذا يعني أن الأمر لا توجد سخونة. بسم الله، الآن بدأ في السحب، إذا سوف يشتغل الجهاز بشكل عادي. كما لاحظتم الهاتف الآن سوف يشتغل بشكل عادي جدا، كأن شيء لم يكن، في حين أن الهاتف كان فقط كيبقى بلونتي وكيعيد إعادة التشغيل. و الآن أصبح كما لاحظتم بإمكاننا الدخول إلى الجهاز بكل بساطة. الطريقة اللي كنعتمد باش نغير الإي سي طريقة سهلة وبسيطة، أردت أن أشاركها معكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.